كلام كان مهم جدا كابتن ضياء السعيد، وبيتكلم على الاحترافية في التقييم. حتى التقييم في وقتنا دلوقتي يجب أن يكون بالاحترافية، وكلمة احترافية دي ما بتجيش من الفراغ، مش أي حد ينفع يبقى محترف، لأن لما تكون قراراتك لحظية وانفعالية ده بتبقى بتروح إلى حد ما إلى العشوائية، ولكن لما بتقيم صح وانت دارس صح تقدر تاخد القرار الانسب في اي مهمه انت بتعملها. وهو ده اللي كنت بكلم حضراتكم فيه، ان النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت وبشهاده الخبراء زي ما حضراتكم شفتوا ماشي في طريق فيه كله ما شاء الله انجازات وفيه تقدم. والتقدم ده انعكاسه على طول، بص على منتخباتك، بص على منتخب مصر في كره القدم، العماد او العمود الفقري الرئيسي بتاعه من النادي الاهلي. اتنين حتى يعني حجازي لسه راح ويست بروميتش بقاله 3 ماتشات، خط الدفاع ورامي ربيعه حجازي. لو افتراضا كده ان احنا نقول ان حجازي لسه ماشي من النادي الاهلي، مرورا حتى عمرو جمال اللي لسه رايح بيتفست النادي الاهلي، عبد الله سعيد النادي الاهلي، انت عمادك احمد فتحي النادي الاهلي، عماد المنتخبات دائما من النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيمشي في مسار بيبقى درسه صح جدا جدا، ما بيبقاش سايب لهذا الموضوع. فمرورا بهذا كل يتساءل ليه؟ لماذا هذا التعنت البيروقراطي من بعض المسؤولين؟ الكل يتساءل ليه؟ ليه عشان خاطر ابتدى الموضوع يخش في ندية غير مبررة؟ والهدف منها ايه؟ انا لما ابوظ واوقف مسيرة النادي الاهلي في كل الاتجاهات، انا مش بتكلم على اشخاص، ودائما ما تبصوش النادي الاهلي كشخص. من يحكم النادي الاهلي على مدار التاريخ 110 سنه الاشخاص بيمثلوا النادي، بصوا للكيان. نادي الاهلي منظومه ناجحه ما شاء الله، متكامله الى حد كبير جدا، منظومه مشرفه، منظومه عالميه، منظومه وصلت لافاق جديده في حاجات كتير جدا، من الناحيه الرياضيه، من الناحيه الاستثماريه، من الناحيه التسويقيه. بص كده على فريم واطار النادي الاهلي وصل لايه. فهل البيروقراطيه بتاعتنا لما اقف امام مسيره النادي الاهلي واخش معاهم في لغط عشان اصل هي يوم ولا يومين وكلامه الماده 4 وده انعقاد خاص ما هوش كده وعندي تفعيل الجمعيه العموميه هيوديني لايه؟ ايه المكسب؟ ما انا اصلا بعمل هذه اللوائح انا كمسؤول، لازم يكون المردود بتاعها ان انا ارتقي بمستوى الرياضه. فهل هو التعنت اللي موجود الان هو ده اللي هيطور لنا مستوى الرياضه المصريه؟ وانا دايما بقول لحضراتكم بتسال معاكم، لان المنطق هو اللي اتبنى عليه اساس كل شيء، ولو الحاجه بعيده عن المنطق يبقى احنا كده كلامنا كله في الهوى. المنطق بيقول انا بعمل لوائح لماذا؟ ما هو الهدف؟ ما هو اي حاجه بدون تارجت بدون هدف ملهاش اي قيمه. فانا القيمه اللي انا بعملها بقول لك بفعل لك دور الجمعيه العموميه، وده انعقاد خاص وده ملوش شروط. البيروقراطية بقى أصل هو اتعمل على يوم ولا اتعمل على يومين، هي دي اللي هتحل لك مشاكل الرياضة المصرية؟ هي دي اللي هتخلينا اليوم ولا يومين ناخد ميداليات أكتر في الأولمبياد ولا ناخد مراكز أقوى في بطولات العالم؟ هو موضوع يوم ولا يومين اللي فارق فيه إن في بطولات وفي إنجازات إحنا وصلنا فيها ابتدينا نتراجع؟ موضوع مش منطقي. البيروقراطية المصرية لازم انها تتغير، احنا داخلين في رؤية جديدة لمصر كلها مش بس للرياضة المصرية. والكل يعلم ان النادي الاهلي لما بيبقى واقف على رجله في كل الرياضات منتخبات المصرية بتبقى شكلها افضل بكتير جدا، والعماد الرئيسي لكل المنتخبات في كل اللعبات هو لعيبة النادي الاهلي. حتى المدربين بتوع المنتخبات لما بيجي يتكلموا يقول لك انا واخد لعيب النادي الاهلي، انا عارف هو هيلعب تحت ضغط، هيعرف يتصرف، هيعمل، هيبقى عارف ملتزم في كل النواحي. طب ايه المردود وايه المكسب؟ اللجنه الاولمبيه هتكسب ايه لما الفارق معاها يوم ولا اتنين؟ اصل هو اللوائح دي حاجه مش مفهومه، ودي حاجه عايزين نفهمها بشكل افضل من كده. وطالبنا وناشدنا معالي وزير الرياضة، يا سيادة الوزير، هل هو يوم ولا يومين اللي هيفرق مع اللجنة الأولمبية في إن احنا نجيب ميداليات أكتر داخل الأولمبياد؟ ولا هو موضوع كلام في ورق وقوانين
ما هو الاهلي درس الموضوع على اعلى مستوى قانوني. سياده المستشار رجاء عطيه، سياده اللواء شيرين شمس، مهندس محمود طاهر بنفسه رئيس نادي الاهلي، قال يا ريت حد يطلع بماده في القانون تقول ان احنا مشينا غلط، وتقول ان انا تفعيل دور جمعياتي العموميه انا ماشي في طريق غلط. محدش رد، بل بالعكس الردود. طيب احنا معنا على الهاتف الاستاذ محمد العزبي عضو جمعيه عموميه للنادي الاهلي. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله. والله انا حبيت يعني اعمل مداخله بخصوص المهزله اللي بتحصل ضد النادي الاهلي من اشخاص للاسف مسؤوله في الدوله ولكنها غير مسؤوله. يعني واضح ان نجاح النادي الاهلي بقى مصدر ازعاج لناس اخرين. نعم. مع كامل احترامنا ليهم يعني، لان احنا شرط الترشح او شرط عضويه اي نادي ان العضو يكون حسن السير والسمعه. نعم. وده للاسف احنا مش مفتقدينه، والكلام ده على مسؤوليتي يعني، احنا مفتقدينه مع الساده متخذين القرار. الاستاذ هشام حطب مش انا اللي بقول ده، قرار وزاره العدل، قطاع الخبراء، الاداره المركزيه، الخبراء الكاتب غير المشروع والاموال العامه في القضيه رقم 3416، ان احنا عندنا اهدار مال عام في قضيه الخيول في الاتحاد بتاعه. ده رقم واحد. نعم. رقم اثنين، عنده علامات استفهام كتيره في الرقابه الاداريه واجهزه اخرى. والمفاجئ ان هو ده الشخص اللي يتحكم في مصير الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. عندنا السيد الوزير خالد عبد العزيز مع كل احترامنا ليه، الراجل كده اعترف صراحه، قال لك انا راجل زملكاوي، وده باين قوي بكميه الاموال اللي بيدعم بيها النادي الاهلي وبقيه مصير الانديه المنافسه. هم دول اللي بيحددوا مصير الجمعيه العموميه النادي الاهلي. 15000 عضو جم وقالوا نعم او لا اللائحه، والقضاء الاداري اشرف عليها وقال لك انتخابات ناديها وجمعيه عموميه ناديها تتعدم وتتشطب بسبب مزاج هشام بيك حطب. لا استاذ محمد، استاذ محمد انا هسال حضرتك سؤال بغض النظر عن كل حضرتك الحاجات اللي قلتها، سواء من موضوع بقى الاموال وسواء من كذا او سواء من هويه او مثلا ميول احد المسؤولين لاحد الانديه، هو هل انعقاد الجمعيه العموميه على يوم او يومين هو ده اللي هيعطلنا ان احنا ناخد ميداليات اكتر في الاولمبياد؟ فندم انا كعضو جمعيه عموميه، بطالب الاستاذ هشام حطب، انا راجل جيت وكل اسرتي جت وصوتنا في الجمعيه العموميه. نعم. بطالب سيادتك لغيت النتيجه بتاعت القضاء الاداري او هيئه النيابه الاداريه، لغيتها على انه سند قانوني. انا كعضو جمعيه عموميه واحنا كعضو جمعيه عموميه من حقنا نعرف سيادتك لغيتها ليه؟ يا فندم اراده الجمعيه العموميه هي السائده في كل العالم. رابطة الجمعيه العموميه ورابطة الشعب المصري هي اللي حركت البلد كلها في 25 يناير وفي 30/6. نعم. الشعب لما اتحرك الحكومه امتثلت لقرار الشعب وعملنا ثورتين في مده بسيطه. نعم. انت جاي يعني بامارة ايه بتقول لا انا قاعد في مكتبي في التكييف كده اجتمعت مع كام واحد وهلغي اراده 15000 عضو. نعم. عشان تقول لي كلمه اجتماع معناها يوم او يومين او ثلاثه، سيادتك لا راجل قانوني ولا بتفهم في القانون، وده مش عيب، انا راجل ما بفهمش في القانون. يبقى من ناحيه الناس القانونيين، الناس القانونيين فسروا الكلام ده ان هو مش عيب، هو انا لازم امرمط الناس واجيبهم في الحر في يوم واحد كان وقت صيام؟ ما اعملها على يوم او اثنين او على ثلاثه طالما الاجراءات سليمه والدنيا سليمه. هل ده مبرر ان انا قاعد اشوف قضائي بصر. واهم حاجه ان في ده في 45 قاضي، يعني الكلام ما فيهوش هزار. مع احترامي للانديه الاخرى. احنا كان في انديه اخرى والناس كلها عارفه كده، العضو كان بيصوت لوالده ووالدته ومراته واولاده هم قاعدين في الساحل الشمالي. نعم. احنا هنا النادي الاهلي كانوا رافضين تماما العضو فرد بفرد، يعني 15000 عضو جم 15000 عضو فعلا، مش ارقام فيك، مش ارقام خزافيه بالظبط. احنا مقصود مننا ايه؟ يعني احنا ليه بنتحارب؟ ليه بنتحارب من اشخاص هم غير مسؤولين؟ احنا نادي الاهلي يا جماعه، نادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، احنا قاطره الرياضه في مصر، احنا المفروض النادي الاهلي هو اللي يحط نهج الرياضه. لما بنعمل الكلام ده احنا عاملين لائحه اكاد اجزم انها بنسبه 95% لائحه ممتازه، والناس قالوا عليها نعم، سيادتك ايه الغلط فيها؟ انت عاوز ايه؟ يعني ايه تلغيها عشان اتعملت على يومين؟ انا اول مره في حياتي اشوف كده. ما كل الانتخاب بتعمل على كذا يوم وتحت اشراف قضائي، ودي احط تحتها 100 خط. يا فندم انا بناشد سيد رئيس الوزراء، سيد رئيس الجمهوريه، الناس اللي مسؤوله عن البلد دي، كفانا عبثا، كفانا عبثا، كفانا اهواء شخصيه، كفانا ان واحد يصحى من النوم النهارده يقول لك انا هقرف النادي الاهلي عشان انا راجل ما بحبش الاهلي، واحد يقول لك انا هقرف مجلس المواطن محمود طاهر عشان ليا مصلحه مع ناس او منافسين لمجلس محمود طاهر. الكلام ده للاسف اتخانقنا منه وعانينا منه كتير، وكنا نعمل اتباعنا النهارده الدنيا تنضى شويه، بس واضح للاسف ان لسه الاحقاد الشخصيه والاهوال الشخصيه هي اللي بتتحكم في المسؤولين عن العراق.
استاذ محمد العزبي عضو الجمعيه المهمه بالنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. ودي تعبير عن الحاله اللي جوه اعضاء الجمعيه المهمه للنادي، لان الراجل شايف اللائحه، قراها، حس ان حاجات كتير جدا هو بيدور عليها لقاها جوه اللائحه من ناحيه النادي بتاعي. النادي بتاعي ما بيتحكمش من حد، النادي الاهلي مختلف وله طبيعه وله هويه وله كينونه مختلفه عن باقي الانديه. النادي الاهلي دائما بيذهب الى الصداره، النادي الاهلي دائما كان عنده لائحه قبل ان تقام من الاصل اللجنه الاولمبيه المصريه. كان عنده لائحه اصلا من قبل ان تقام وزاره الشباب والرياضه المصريه، وحينما قامت اللجنتان سواء اللجنه الاولمبيه او عفوا وزاره الشباب والرياضه، كان العماد الاصلي والرئيسي لكل المنتخبات هو النادي الاهلي. فالكل حتى الان مش فاهم المشهد، ليه التعنت، ليه البيروقراطيه، ليه الامور مش ماشيه في النصاب الصحيح. اكتر من ان انا اجيب لك 45 قاضي قانونيه، اكتر من كده ايه؟ ما هو اي قاضي من ال 45 لو شايف ان في حرف قانوني لا يصح ما كانش جه. نفس الشيء بالنسبه للنصاب، لو في اي حاجه، وهكرر حضراتكم تاني، سياده اللي هو شيرين شمس طلع معانا كذا مره وطلع في تقارير قال لك حد، انا راجل ضابط وراجل منضبط عارف كويس قوي القوانين، يا ريت حد يطلع يقول ان انا قانونيا ماشي خطا. مفيش حد بيرد. ما في حد معانا يا جماعه؟ طب معانا استاذ محمد عضو الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. يا فندم سنور، ازي حضرتك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. لو حضرتك ليك اي تعقيب اتفضل يا فندم. والله يا فندم انا الحقيقه الواحد الفتره الاخيره دي متفاجئ باللي بيحصل يعني مع النادي الاهلي، يعني بصراحه مش عارف، يعني انا مستغرب جدا من النهارده تبص تلاقي جاي لك قرار كده بان ابطال الجمعيه العموميه للنادي الاهلي وتطبيق اللائحه الاسترشاديه. طب انتوا على اساس ايه الواحد لما بيجي يلغي حاجه المفروض يقول لك والله دي مخالفه للقانون ماده رقم كذا؟ ده اللي الناس دارسه القانون وفاهمه الكلام ده كله يعني، او ده المنطقي. طيب المفروض انت دلوقتي تطلع لي تقول لي والله الماده دي مخالفه، انت مخالف الماده الفلانيه. لكن لو هنمشي الموضوع بالاهواء وكل واحد يصحى من النوم يلاقي واحد يقول لك انت ده مخالف ولا ده مخالف، يبقى مفيش مؤسسه هتبقى في مصر موجوده. يعني ده حاجه مش طبيعيه، يعني انا اول مره في حياتي واول مره كلنا نتعرض لموقف زي ده. ثانيا انا مش عارف والله، يعني ال 15,000 اللي جم ويبقى في وحضرتك طبعا الناس كلها شافت وكان الاضواء فيه. انا راجل من الناس، رحت كان ناس قاضي قاعد قدام كل لجنه. انت كده مستهتر بالقضاء بقى كمان في مصر، يعني ما انت كده القضاء مش عاجبك، مع احترامي يعني للقضاء ومع احترامي للناس كلها. في نوادي حضرتك ممكن تعلم الكلام ده تماما، كنت بتبص تلاقي ما فيش قضاء وكانت اللي قاعدين موظفين بتوع الشباب، يعني مع احترامي لحضرتك يعني. فطبعا لما انت تبقى النادي الاهلي حريص على ذلك والقضاء موجود والدنيا موجوده، يبقى انت كده برضو مش مستعبر بالقضاء في مصر. ده كلام ما عمرنا ما شفناه يعني. وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، الراجل المحترم يعني اللي المفروض ان هو يكون سند لاي قلعه رياضيه في مصر. النادي الاهلي يا جماعه مش نادي اجتماعي بالمناسبه، يعني النادي الاهلي يعني جزء الاجتماعي ده موجود زي بيت الانديه، بس النادي الاهلي ده هو قلعه الرياضه في مصر، هو اللي بيخرج لي لعيبه في مصر في جميع الانشطه. من مفيش رياضه فيك يا معلش حضرتك، كنت بتتكلم من المداخله اللي قبلي. انا عايز اقول مشكله الاهلي لما يبقى عنده مشكله في مركز بيبقى منتخب مصر فيه مشكله في المركز ده، معلش يعني واضحه قدام كله في كره القدم وفي كل الالعاب يعني. نعم ده صحيح، المشكله موجوده في النادي الاهلي في مركز، بتلاقيها موجوده في منتخب مصر في مركز. نعم، مع احترامي لكل الانديه اللي موجوده، هي داعمه للرياضه وفوق دماغي، بس النادي الاهلي هو بيبقى يعني. لا حضرتك بتتكلم في واقع. حضرتك بتتكلم في الواقع. نعم بالظبط يعني. فلما تيجي انت تلاقي ان انت المفروض، انا لو انا يعني انا المفروض انا بصرف النظر عن انتماءات، ده زملكاوي ده اهلاوي، ده انا دلوقتي لما بمسك منصب في الدوله المفروض ان انا احمي النادي او احمي اي نادي في مصر بيكون ناجح. هو انا دلوقتي دوري كلجنه اولمبيه زي مش عارف اسمه هشام حطب تقريبا، أيوة. بس انا والله الاسماء
يعني اصل انا معلش انا لسه متعرف على اسمه جديد، انا عارف ان هو وعرفت ان هو رئيس الاتحاد الفروسيه ده من خلال يومين ثلاثه. أيوة. ويعني مع احترامي لحضرتك يعني مش لا، واحنا يا فندم احنا يا فندم جامدين جدا في الفروسيه، بنجيب ميداليات كتير يعني. لا وجامدين طبعا في الميداليات الاولمبيه ما شاء الله يعني. انا بدل ما اجي اشتغل على ان ازاي اطلع بطل اولمبي وانزل الانديه وانزل مركز الشباب والف مصر دي كلها وابتدي اعمل يعني مشروع لازاي اطلع بطل اولمبي، اللي احنا عمرنا ما نطلع بطل اولمبي اللي كانوا بيتدربوا مره بس، وحضرتك فاهم الكلام ده كويس تماما. انا ما عنديش هنا رعايه رياضي في مصر، او لولا الاهلي والانديه اللي بتزرع ممكن برضه زمالك وفي انديه مشكوره لما هي بترعى لعبتها وبترعى اجهزتها وناشئينها، والله ما كان هيبقى في رياضه في مصر. هو احنا ما عندنا الامور واضحه. هو ليه النادي الاهلي بيحافظ على العابه؟ عشان بيشارك بكل موته من قوه من المدربين. النادي الاهلي هو اللي بيشرف على مصر كلها في عمليه الكوره الرياضه بصفه عامه يعني. فما تبقى رئيس لجنه اولمبيه كل تركيز دلوقتي مع النادي الاهلي. طب اديني حضرتك سند قانوني، قول لي ايه المشكله، قول لي الماده دي كذا فندم، انت بطلع برصيد كذا، انت مستهتر ب 15000 عضو راحوا لك ومستهتر ب 15000 واحد راحوا لك، وبالرغم ان الناس اللي راحت دي مشكوره، وانت طبعا تعلموا تماما ان تواجهوا بمشاكل، وانت عارف الناس كانت في ناس كانت شغاله جوه النادي بشكل غير عادي وقاعدين بيصدروا لهم ان الجمعيه بطلع قبلها ب 15 يوم والناس برده مشكوره وراحت. لا وكان في مناسك وفي حج وفي صيام وفي حاجات كتير. صيام طبعا والله رحنا واحنا صايمين يعني، بس الفكره النادي الاهلي مش هو النادي اللي يبقى انت بتحارب بالصوره دي يعني. ما معلش يا الموضوع بسيط، انت حضرتك قول لي انت بطل عشان كذا، تقول لي يومين بقى معلش ثلاثه، انتخابات الرئاسه تمت على ثلاث ايام ومحدش يعني مع احترام حضرتك انتخابات رئاسه الجمهوريه، انتخابات مجلس الشعب بتحصل في شهور يعني. الامور انت لما في قضاء وفي اشراف قضائي وبتاع، انت فارق مع حضرتك في فرع مدينه نصر فرع الجزيره يعني. الصراحه انا شايف ان في حمله معموله ودخلوا اللائحه للقصه وناس وجهتها الانتخابات واعلاميين، للاسف انا متغاظي يعني متضايق جدا من القصه دي. لما يطلع لك واحد من يقول لك انا من ابن من ابناء النادي الاهلي وطالع، لا انت ابن من ابناء النادي الاهلي، تتكلم دلوقتي على لائحه النادي ونجنب بقى المصالح ونجنب بقى الكلام على الانتخابات. انا ما دخلهاش وسايتها، لا معلش يعني محترم على الانتخابات تاتي في وقت الانتخابات، الانتخابات دايما في النادي الاهلي في وقت الانتخابات. انت مجلس الاداره اللي موجود عندك مع سواء ممكن يكون ما ادتوش صوتي الانتخابات اللي فاتت ولا اي مجلس، انا ما رحتش الانتخابات اللي فاتت مثلا، بس انا راجل بقول لك نتيجه ناس اشتغلت فعلا، الناس عامله شغل كويس في المجال الرياضي، عاملين شغل كويس في المجال النشاط الرياضي، عاملين شغل كويس في النشاط الاجتماعي في النادي. فانا دي مش قصتي يعني، انا بتكلم على لائحه بقى تخص النادي، لما تيجي الانتخابات تتكلم فيها زي ما انت عايز، لكن ما تقعدش تبقى انت بتوجه الجمهور وبتوجه الاعلام وعامل حرب على الاهلي وانت تقول انا ابن من ابناء النادي الاهلي. استاذ محمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا، عضو الجمعيه العموميه النادي الاهلي، وبيوضح وبيعبر عن حاله اعضاء الجمعيه النادي الاهلي، الناس اللي راحت، الناس اللي مارست التجربه الديمقراطيه داخل النادي الاهلي، هي تجربه ديمقراطيه اصبحت موجوده داخل البلد في العهد الحديث، العهد بعد 2011 ابتدت موضوع ممارسه الديمقراطيه، في استفتاء على دستور ابتدت الناس تروح، قبل كده ما كانش في حد بيروح، في انتخابات مجلس الشعب ابتدت الناس تروح، قبل كده ما كانش فيه، في تعديلات، في ابتدى بيبقى عندك ان انت حتى بتسال لجنتي الانتخابيه فين وتبتدي عايز تعرف الدنيا ماشيه ازاي وعايز تشارك، ما بتبقاش سلبي. فلما 15000 عضو جمعيه عموميه سيادتك بتعمل لوائح وبتعمل قوانين او قوانين طلع منها لوائح عشان تفعل دورهم والناس تروح وسط اشراف قضائي كامل 45 قاضي، كل اجراءات النصاب كانت قانونيه، ما فيش حاجه في اي من المواد بتضر هذا النصاب، وتيجي في الاخر تقول لا دوركم الديمقراطي الفعال انا مش مقتنع بيه او انا ما بعترفش بيه، دي حاجه غريبه جدا. احنا معانا برضو عبر الهاتف الاستاذ تامر عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير كابتن محمد. مساء النور، اتفضل يا فندم. طبعا انا بس حضرتك انا عايز اتكلم بخصوص طبعا اللائحه الاسترشاديه اللي اتفرضت على النادي الاهلي، هو طبعا واضح ان في تعسف جامد ضد النادي الاهلي على هذه اللائحه، والمطلوب اللي احنا شايفينه كاعضاء. معلش يا فندم انا بس هسال حضرتك، هو اسم حضرتك تامر ايه؟ تامر عرفه. تامر عرفه، ماشي يا فندم.
تمام، ويا ريت انا هقول تامر محمد احمد عرفه عشان انا ابقى مسؤول عن كلامي. لا يا فندم، ده لا يا فندم، احنا انت هنا، ده قناه، ده صوتك، القناه هي صوتك وبتعبر عن القناه هي صوتك اللي بتوصل لاي حد. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم، انا اللي انا شايفه حضرتك ان اعداء النجاح متواجدين من بدايه ما المجلس جه وابتدى يشتغل، وابتدوا في تنسيق مع الجهات الخارجيه ان هم يحاولوا يفشلوا هذا المجلس باي طريقه. والدليل على كده هو ان حضرتك النهارده موضوع الجمعيه العموميه اللي اتعملت على يومين في تعسف جامد، لان هي مش مفيش ما يثبت او يقر ان الجمعيه اللي تتعمل على يوم واحد. تمام، اختاروا ان هو لازم يكون يوم واحد و12500، وبعد كده هو النهارده بنتكلم ان هم على يومين وان الجمعيه دي جمعيه فاشله. المقصود فيها في الاخر ان احنا داخلين على انتخابات، الناس تيجي بعد كده هو تقول لا ده المهندس محمود طاهر تسبب في ان في لائحه استرشاديه جت من بره على النادي، ولذلك الراجل ده ما ينفعش، احنا مش هننتخبه تاني. هو ده المقصود وهو ده اللي عايزين يوصلوه، ده لعبه بين الكبار وبعضيهم. لكن لازم يعرفوا ان الشعب بتاعنا والاعضاء بتاعتنا اصبحت واعيه تماما للكلام ده. الحاجه الثانيه حضرتك، انا بتكلم بالنسبه للسيد وزير الرياضه، فينه من هذا الكلام؟ نعم تمام. يعني انت النهارده رحت تحج ما بتتكلمش بالتليفون وتقول دي ارائك، ولا لو كان الموضوع يخص نادي الزمالك كان هيبقى فيه اراء ثانيه. فانا بقول لحضرتك في تعصب جامد جدا ضد النادي الاهلي، وعايزين يفشلوا المنظومه الكويسه اللي موجوده دلوقتي بشهاده جميع الاعضاء. الا احنا النادي الاهلي نادي اعضاء وكوره وانشطه رياضيه اخرى، مش نادي جماهيري فقط. يعني برضو احنا لازم النهارده ندي للاعضاء حريتهم. انت النهارده طب ما تفرض اللائحه الاسترشاديه بتاعتك من الاول خالص، قول انا هنزل اللائحه الاسترشاديه كذا كذا كذا، ومطلوب من النادي الاهلي يوافق على اللائحه الاسترشاديه بتاعت الجهه الاولمبيه، مطلوب منهم 12500، وشوف كام واحد هيوافق على اللائحه بتاعتك. اتحداك لو كملنا النصاب القانوني على اللائحه بتاعته هو. يا فندم سياده، يا فندم يا استاذ تامر، معالي الوزير ومعالي رئيس الوزراء راحوا صوتوا في جمعيه العموميه النادي اليوبلس ضد اللائحه الاسترشاديه اللي الدوله عاملاها. تمام. يعني تمام، هو في اكتر من كده. هي يا فندم ايوه، يعني هي لو اللائحه دي صح ما كانش كبار مسؤولي الدوله راحوا صوتوا ضدها. بالظبط، ولذلك انا بقول لحضرتك النهارده حطوا اللائحه الاسترشاديه بتاعت الجهه اللجنه الاولمبيه، وزعوها على الانديه، وقولوا اللي موافق يجي يؤدي بصوته ويقول موافق بنفس الاعداد اللي هو فرضها الاستاذ اللي اسمه هشام حطب. تمام، واتحدى حضرتك ان في حد هيجي يقر هذه اللجنه اللائحه اللي هو عاملها. تمام، هو رمى الكوره في ملعب الانديه وهو مقصود فيها في الاخر النادي الاهلي. يعني سيبك من حته الصدي طالعه كومبار، يعني بس مطلعينها كده لحفظ ماء الوجه عشان ما يقولوش في تعسف على الاهلي، فراحوا مدخلين نادي الصدف في القصه. لكن هو مقصود بيها النادي الاهلي وزعزعه النادي الاهلي، وعشان خاطر خدمة رجل من رجال الأعمال اللي بيدعم طرف آخر ضد المهندس محمود طاهر. أنا بتكلم الكلام ده على مسؤوليتي، وأنا بلغت اسمي بالكامل تامر محمد أحمد عرفة، واللي عايز يتفضل يا قضيني يتفضل يا قضيني، ملوش دعوة بقناة الأهلي. تمام، لأن أنا اللي متصل وأنا اللي دخلت بالموضوع. فندم، قناة النادي الأهلي هي صوت جمهور وعشاق النادي الأهلي، وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي هم من جمهور النادي الأهلي، من محبين النادي الأهلي. فحضرتك تتصل بأي وقت وتقول حضرتك كل اللي أنت عايز تقوله من غير أي حاجة. أهلا بيك في أي وقت، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ تامر عرفة عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي. واضح أن الجمعية العمومية للنادي الأهلي حاسين أن في حاجة مش مظبوطة. الواضح ان ردود الفعل جايه ان الموضوع اصبح شخصي اكثر ما هو ان انا بتكلم في اطار الاصلاح العام. وهذا الاحساس لما ياتي لعضو جمعيه عموميه في هذا التوقيت، وخلاص احنا ما شاء الله الناس كلها اصبحت متابعه كويس جدا كل ما يحدث، وخاصه اخبار الرياضه عندها وعي كبير جدا ومتابعه للسوشيال ميديا ومتابعه لكل وسائل الاتصال ووسائل التواصل وايضا وسائل الاعلام. فاللي انا حسيته امام حضراتكم في كل المداخلات، ويا فندم يا جماعه اللي عايز يتصل بينا تليفونات موجوده، صفحه الفيسبوك قناه الاهلي، صفحه الانستجرام هي قدام حضراتكم الان، اهلا وسهلا، يقول رايه بمنتهى الشفافيه منتهى الصراحه. من الواضح ان الناس حاسه ان في شخصنه في التعنت.
لأن حتى الآن منذ بداية الفيلم بتاع الاسترشادية وإحنا حتى الآن مش شايفين ردود واستنادات منطقية تؤدي إلى الصالح العام. كل خبراء اللوائح أستاذ محمد فضل الله وأيضا الأستاذ بلال عبد اللطيف وكل من هم لهم في اللوائح واستشرنا الناس القانونيين ودخلوا معنا في مداخلات، موقف النادي الأهلي لا يعيبه أي شيء من أنه ضد أو مخالف للقوانين. لما تيجي مخاطبات وتيجي مراسلات للنادي الأهلي تقول له حسبما يتراءى لمجلس الإدارة في كيفية أو انعقاد الجمعية العمومية تبقى خصوصيتها إزاي، وده انعقاد خاص وتحت خاص مليون خط. وهنا نادي الأهلي استشار القانونيين وأخذ قراره على أنها تكون على يوم ولا على يومين، وهو النادي الأهلي حابب يريح أعضاء جمعيته العمومية، وأنه النادي الوحيد اللي إدى الجمعيته العمومية حق الاطلاع على اللائحة. ولما كان في بعض البنود اللي تم أن في بعض البنود في ناس أو في البعض لم تكن متوافقة مع فكره، كان في مناقشة والمناقشة كانت على الهواء وصوت وصورة وعلى الملأ، ما كانش في فرض. نادي الأهلي لما بيجي بيعمل لائحة بيكون في دراسة لهذه اللائحة من جانب القانونيين، وسيادة المستشار رجاء عطية ما فيش خلاف في الناحية القانونية. أستاذ محمد فضل الله واحد بسم الله ما شاء الله، الدول الأخرى بتستفيد من خبراته، تستفيد من النو هاو أو المعرفة اللي عنده في جانب القوانين عشان يحط لها لوائحها. طب لما نيجي كنادي أهلي بيحط هذه الكوكبة من القانونيون والاستشاريون ومعهم برضو وضيع اللوائح وخبراء اللوائح وأطلع لك لائحة، وبعدين أخد قراري بانعقاد جمعيتي العمومية الخاصة، وتحت الخاصة هنا هقعد أقول الخاصة 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 لأن دي مختلفة ما بتحصلش قبل كده، لم تحدث من قبل، فإجراءاتها مختلفة، فنصابها كان على يومين لأنها مختلفة. ونلاقي في بعض يعني برضو هقول لحضراتكم أحد السادة الضيوف أستاذ بلال أستاذ طلال عبد اللطيف عفوا طلع وإداني قال لك في جواب مخاطبة مديرية الشباب والرياضة لنادي هليوبوليس إن إحنا كنا قلنا ليه حضرتك إن سبق القانوني بكذا، وأصبح الآن النصاب القانوني هو من سدد الاشتراك فقط منذ يوم وتاريخ كذا، وأصبح نصابك القانوني هو كذا 5000. الكلام ده ما حصلش مع النادي الأهلي ليه؟ اشمعنى مع نادي هليوبوليس؟ مع احترامي الكبير والشديد لنادي هليوبوليس واحد من الأندية العريقة والتاريخية واللي حتى يعني كل من يعني يسكن في مصر الجديدة بيفتخر به نادي هليوبوليس، ولكن نادي هليوبوليس ما بيلعبش في دوري أبطال أفريقيا. نادي هليوبوليس ما هوش بطل الدوري والكاس. نادي هليوبوليس ما هوش نادي القرن. اشمعنى الجواب ده؟ وهنا ابتدينا نقول اشمعنى، ودي حاجة أنا على المستوى الشخصي ما بحبش الجهلاء خالص، ما بحبش أقول كلمة اشمعنى. لكن لماذا تم التواصل مع نادي هليوبوليس بهذا الخطاب ولم يصل لباقي الأندية الأخرى؟ هنا في علامات استفهام كتير، يا ريت يا جماعة لو حضراتكم السادة اللي معانا في الإعداد يجيبوا لنا الخطاب بتاع الموجه من مديرية الشباب والرياضة لنادي هليوبوليس مرة تانية نعرضه على الصورة عشان السادة المشاهدين يفتكروا. كان معايا الأستاذة ماجدة الهلباوي والأستاذ طلال خبير اللوائح وتحدث وبمنتهى الصراحة هذا الجواب أصدر إلى ووجه لنادي هليوبوليس فقط، ولو قال الجواب ده ما اتعمل لو ما كانش فعلا صحيح لم يصدر حد يواجهني، محدش طلع ورد. طيب احنا معنا الأستاذ محروس، يا جماعة لو سمحتوا قولوا لي محروس إيه؟ مساء الخير يا فندم. مساء بدري معاك يا كابتن محمد. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، إزي حضرتك كابتن؟ الحمد لله. معاك محروس باب. أيوه اتفضل يا فندم. عضو جمعية عمومية في النادي الأهلي. اتفضل يا فندم. وبصراحة أنا مصدوم من اللي بيحصل، يعني اللي بيحصل ده مش حاجة بقت فوق الخيال.
يعني الطبيعي انك لما بتاخد حكم الحكم ده بيبقى ليه حيثيات. طب الحيثيات دي ايه؟ حيثيات الحكم ده ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انت بتحارب النادي الاهلي، يعني احنا يعني هندخل بقى الوان الفانيلات والديون الشخصيه لبعض القيادات في الموضوع في اداره الرياضه. يعني انا بصراحه انا مش فاهم القرار ولا فاهم قانونيته، ولحد دلوقتي لا طلع لا وزير ولا هشام حطب ولا اي حد من الناس اللي بتقول ان الجمعيه باطله قالوا سند قانوني، قالوا ماده في القانون بتبطل الجمعيه. احنا ما عندناش مشكله ان الجمعيه تبقى باطله، بس يقول لي مباطله ليه؟ وبعدين لازم تديني الحق في الرد. ومش عايز برضو اصنفها لميول بقى وانتماءات، انا مش عايز تبقى كده. انا عايز يبقى الموضوع كلير، والموضوع مش مستاهل اساسا، بس طبعا دي جمعيات النادي الاهلي، فلازم النادي الاهلي يبقى عارف حيثياته عشان يدافع عنها. لكنك تطلع قرار كده ومين مع مين؟ انت بتتكلم على اكبر نادي في الشرق الاوسط، بتتكلم على النادي اللي هو مصدر سعاده المصريين، بتتكلم على اكبر مؤسسه وانجح مؤسسه رياضيه في مصر وفي الشرق الاوسط وافريقيا يا فندم. وفي الشرق انا بقول لحضرتك في الشرق الاوسط وفي افريقيا، بقول لحضرتك وفي افريقيا، وواحد من الانديه ثاني نادي بعد ريال مدريد من حيث حصول البطولات الاكثر تتويجا. نعم يعني انا مش فاهم. وبعدين هل الحكايه تدار الرياضه؟ يعني هي الرياضه بتدار بنظام الانتماءات الشخصيه؟ هل الرياضه بتدار بالحب والكره؟ بالحب والكره؟ هل الرياضه بتدار بالعند؟ يا جماعه لو الاهلي مخطئ قولوا لنا الماده الفلانيه في القانون بتقول الاهلي اخطا عشان كذا وكذا وكذا. ده في حتى اختلاف في تفسير المواد. وعشان كده بنرجع للقضاء. تخيل بقى لما بقاش في مواد اساسا لابطال جمعيه عموميه حضرها 15,000 بني ادم. نعم. اللجنه الاولمبيه الدوليه وكل الاتجاهات بتصير دلوقتي نحو تسليم النوادي والمؤسسات الرياضيه للجمعيات العموميه بتاعتها. مش العكس. يعني لو طيب لو 15,000 قالوا لك احنا موافقين على اللي عمله الاهلي وموافقين على اللائحه. يعني اللي راحوا دولت موافقين على ان الجمعيه تبقى على يومين وفي مقرين. وهم دول اصحاب النادي الحقيقيين. انا والله العظيم ما بنام، اقسم بالله ما بنام. مش عشان لا، طب هو هي الرياضه بتدار في مصر بالطريقه دي؟ الحقيقه انا مش يعني مش عشان كده يا استاذ محروس هقول لحضرتك حاجه. حضرتك اكيد واخد او شايف الوضع العام والمجال العام في الرياضات في على المستوى في كل اللعبات. النادي الاهلي ماشي في اتجاه بياخد فيه نتائج، بيحصل نتائج، لان في دراسه، في اعداد، في صرف، لان الرياضه اصبحت صناعه. اداره ناجحه يا فندم. فاداره ناجحه. فاذا انا كدوله وفي هذا التوقيت ولا تشيله؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه، لسه هسال حضرتك. انا ممكن بقى اتطرق معلش يعني حاجات ثانيه. يعني مثلا لما نيجي الرياضه الكروسيه دي، انا عايز نتائج الرياضه الكروسيه اللي بيديرها الباشمهندس. برضه هقول الباشمهندس، مش هتطرق نحو نحو القيل والقال، لان انا مش بتاع قيل والقال. الباشمهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسيه، عايز اشوف نتائج الفروسيه. انا عايز السي في بتاعت هشام حطب نفسه. انا بصفتي مواطن مصري والاستاذ هشام حطب معين، للاسف معين ومعين من وزير مش معين يعني حضرتك بتتساءل، ايه هو النو هاو او المعرفه او الانجازات اللي كانت موجوده عند عشان يكون رئيس رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه اللي بتدير كل حاجه في شؤون الرياضه المصريه. انا سمعت ان هو اصلا مجنس كويتي. انا ما مش عايز يا سيدي، انا عايز يقطع منه هو. يا جماعه انتوا بتشككوا فيه، انا السي بتاعتي اهي، حققت لمصر بطولات كذا وكذا وكذا، ولعبت تحت اسم مصر بصفتي مواطن مصري كذا وكذا وكذا، وادي السي بتاعتي اهي. حق مش ده شخصيه عامه؟ انا كمواطن مصري نفسي اشوف السي في بتاعت المهندس هشام حطب، عايز اشوفها. يقال ان هو كل البطولات اللي لعبها تحت رايه الكويت، دوله عربيه وشقيقه وعلى عيننا وراسنا، ما عنديش مشكله. لكن ما ينفعش اجيب واحد كل حياته الرياضيه مارسها في الكويت يجي يمسك لجنه الاولمبيه المصريه ومعين. ومحدش يقول لي محمود طاهر ومجلسه معين. انا ما بدافعش عن مجلس محمود طاهر ولا عن مجلسه، لهم رب يحميهم. انا بدافع عن النادي الاهلي. مجلس النادي الاهلي مش معين، ارجوكم مجلس النادي الاهلي مش معين.
مجلس النادي الاهلي مختار ومنتخب من جمعيته العموميه. كون ان فيه خطا في الاجراءات الوزير حلها بذكاء، لا 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 اختي او لا مش صادر عليه حقه، حلها بذكاء لان الاهلي طول عمره مش هيديره لجنه مؤقته او لجنه معينه. فقال لك خلاص اجيب المختارين دول لان ما لهمش ذنب في اللي حصل اعينهم. لكن هو الحقيقه هم منتخبين من اعضاء الجمعيه العموميه النادي الاهلي. يا محمد ايه؟ لو هكذا اختار الرياضه المصريه يبقى على الرياضه المصريه لو انا هحارب الناجح يبقى انا كده ببعت مش فاكس بقى ولا تيليكس ولا برقيه ولا ايميل ولا فاكس ولا وات ايفر، انا ببقى بقول كده مليان يا فاشل انت اللي كلامك اللي هيمشي، يا ناجح انت تروح بيتكم عشان احنا مش عايزين ناجح. دي مؤسسه، ده النادي الاهلي اكبر مؤسسه رياضيه يا جماعه في الشرق الاوسط وفي مصر، وتاني اكبر نادي في العالم من حيث حصد البطولات. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تدوا رساله للناس تقولوا لها فيها ايه؟ مش عارف والله يا كابتن محمد، على الله بس يفهموا. وانا بلاد برضه القياده السياسيه تاني بقول لهم يا قياده سياسيه شوفوا الناس دي بتعمل ايه في الرياضه، في الرياضه في ارقى مناحي الحياه الرياضه. انا مش عارف، نتمنى ان هم يفوقوا. ويا سيدي انا متوقع ان مع اول بقى تقاضي، ما اعرفش بقى التقاضي هيبقى في المحاكم العاديه ولا في لجنه فض المنازعات بتاعه اللجنه الاولمبيه ولا سيبر، على الله يفوق. استاذ محروس بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وباين الكلام. وصراحه هنا الاستاذ محروس تطرق الى نقطه مهمه جدا، ان انا كدوله لما باجيب او بحاول ادير الرياضه بشكل يكون ناجح لازم ادور على موضوع النو هاو. النو هاو ده هو المعرفه او الامكانيات، وهو ده اللي بيخلي يعني اوروبا مبنيه على حاجه وامريكا والصين وروسيا مبنيه على النو هاو، مبنيه على المعرفه والعلم. عشان كده الرياضه والرياضات بره واولها كره القدم اصبحت علم ومعرفه ونو هاو. وجبت لحضراتكم امثله كتيره جدا وهجيبها لكم وهبسطها لكم في الكوره. بصوا منتخب المانيا كيف سيطر على الكره العالميه، منتخب اسبانيا كيف سيطر على الكرة العالمية، هي أصبحت نو هاو ومعرفة. ابتدوا الناس الألمان أكثر الناس مش هقول عنصرية ولكن حبا في أنفسهم، عندهم يعني أريجنس عالي قوي. فعشان يغير المنتخب الألماني ويغير المدرب الألماني والمسؤول الألماني فكره ذهب إلى المعرفة، ذهب إلى مين عنده يا جماعة في كرة القدم عنده حاجة مش موجودة عند التانيين عشان أخده نموذج يحتذى به. وهو ده اللي خلى انجلترا بعيد، وحتى الآن انجلترا بعيد، انجلترا اللي اخترعت كرة القدم بعيد. ليه؟ بسبب موضوع النو هاو، بسبب موضوع العلم والمعرفة والدراسة والإمكانيات. فأنت صعب جدا إنك تلاقي مسؤول في المنتخب الألماني أو في الدوري الألماني من غير نو هاو، دي استحالة. صعب جدا في اسبانيا، هقول لحضراتكم زين الدين زيدان نجم العالم وافضل لاعب في العالم 3 مرات ومونديال فرنسا في 98 ويورو مع ريال مدريد الشامبيونز ليج وكل حاجه، الاتحاد الاسباني لم يقبل انه يبقى مدير فني الا لما ياخد اللايسنس اللي بيفرضها الاتحاد الاسباني عشان يقدر يكون يمسك فريق في الدوري الاسباني، يكون مؤهل ولايسنس، لايسنس يويفا لايسنس ايه اعلى درجات كره القدم، واللايسنس تبع الويفا اعلى من اي اتحاد تاني. فتخيلوا بصوا بقى زيدان دلوقتي اصبح فين. زيدان راح اتعلم من جراديولا في بايرن ميونخ، عمل معاه معايشه، ما قالش انا زيدان انا اصلا كلاعب كوره اعلى من جراديولا 1000 مره، جراديولا بالنسبه له ما بيعرفش يلعب، ما قالش الكلام ده. فالكلام ده كله هو المعرفه، نذهب إلى المعرفة والنو هاو عشان نصل إلى المضمون، والمضمون هو النهوض بالرياضة المصرية. احنا معنا على الهاتف سيادة اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أنا مساء الخير يا أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله. فندم رأي حضرتك إيه على